السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله كيف ما كتعرفوا الأسر المغربية، يعني الأغلبية الأسر المغربية كتبقى تصوم ديك الصيام تشوال مورا رمضان. المهم اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد المهم الدجاج فران، وقلت علاش ما نشاركوش معكم. المهم على بركة الله غادي نحتاج هنا تقريبا واحد جوج بصلات متوسطين، غادي نديرهم في هاد الاله ونقطعهم. المهم هاد الدجاج راه كيجي رائع البنات في الفران، نتمناكم تجربوه وترجعوا عليا. صافي، من بعد ما كنقطع البصله في هاد الاله هادي غادي نخليها على جنب وندوز باش نوجد المقادير. ممكن نحتاج لواحد البصله كيف ما كتشوفوا كتكون متوسطه، وواحد تقريبا واحد جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس وشي ثلاثه فصوص ديال الثومه مدقوقين، واحد المعلقه ديال الفلفله حاره او الهريسه، معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم، واحد شويه ديال الملون، نص معلقه ديال الابزار، والملح كتبقى حسب الذوق، وغنحتاج واحد ربع ديال الحامض مصير. وهنا تقريبا عندي واحد ربعة ديال الكبيدات. صافي، والبصلة غادي نجيب واحد الطاسة غادي ندير فيها هاد التوابل كاملين. صافي، كنجيب هاد التوابل كنديرهم في هاد الطاسة هادي. كما كتشوفوا صافي، كنضيف لهم واحد تقريبا واحد نص معلقه ديال السمن. السمن هو كيبقى اختياري، كي اللي ما كيبغيش. صافي، كنضيف هاد البصله هادي اللي سبق لي قطعت، وكندير تقريبا واحد ثلاثه المعالق ديال الزيت. صافي، كما كتشوفوا غادي نخلط هاد المكونات كامله حتى تجانس مع بعضياتها. صافي، وكنجيب داك الربع ديال داك الحامضه كنقطعها حتى هي على هذا الشكل هذا. صافي، وكنجيب الدجاج اللي عندي غادي نبدا دابا نعمر فيه، يعني راه ساهل وما كياخذش لك من الوقت ديالك كاع بزاف. غير هو في الفران نقصو عليه الفران وخليه حتى كيطيب على راحتو، كيتحمر من الفوق ومن التحت. صافي، كيف ما كتشوفوا من بعد ما عمرت الدجاج اللي عندي كنجيب واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي كيردون كنسد بهم ديك الفتحه. صافي، وكنجيب واحد المول ديال الفران او صينيه او طاوه، المهم داكشي اللي عندكم غادي تخدموا به. صافي، غادي نقطع هاد البصله هادي على شكل دائري، نحاول نقادها في هاد المول هذا.
ونقطع واحد 3 هاد البطاطا كتبقى اختيارية، حنا كنبغيوها زعما، كاين اللي ما بغاهاش يدير غير البصلة. صافي غنستمر حتى نكمل هاد البطاطا اللي عندي، ونحط هداك الدجاج في المول، كندير لهم واحد رشيشة ديال الملحة وواحد شوية واحد رشيشة خفيفة ديال البزار غير باش يتنسمو حتى هومايا. صافي كنجيب هنا واحد نص دامة ديال البنة، وكندير معلقة ديال الخردل أو لاموطارد، وكندير واحد المعلقة صغيرة ديال الهريسة. صدقوني البنات راه كيجي رائع الدجاج، وكيجي لذيذ لذيذ بزاف. نتمنىكم تجربوه وترجعوا ليا في لي كومونتير. المهم بعد ما ساليت الدجاج كنغطيه بالورق الغذائي، وكندير ليه بابي الومنيوم. صافي كندخلو للفران وكنخليه حتى كيطيب، كيجي على هذا الشكل هذا. وكانت هذه هي الطبيله ديالنا ديال هذا النهار هذا ديال الفطور، كتجي رائعه كما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي لذيذ بزاف، ويعني كيتحمر، خليه حتى يتحمر مزيان. صافي هذه هي الطبله ديالنا. كنقول لكم البنات نتمنىكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم ومع الاحباب ديالكم، وكنقول لكم الا كنتو جداد في القناه تابوناو معايا وتقطعوا زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وإلا عندكم شي اقتراحات ولا شي تساؤلات خليوها لي في لي كومونتير. وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.